مرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة. أيها الأحبة، اليوم أصبحت العواصف الترابية أمر يتكرر باستمرار على عراقنا الحبيب، وباتت تتسبب بقطع الطرقات سواء كانت البرية أو حتى غلق، أدت إلى غلق المطارات، بالإضافة إلى تداعياتها على الصحة مما تسبب بإيصال عدد كبير من الناس إلى ما تسمى بالطوارئ في المستشفيات بغية إسعافهم. يتوقع أيضا ازدياد وتيرة هذه العواصف مما يهدد بتصحر الأراضي العراقية، بمعنى آخر أنها ستؤدي إلى اتساع رقعة الصحراء حين تزحف باتجاه الأراضي الزراعية بل إلى حواضر المدن. أيضا هناك تهديدات أيضا بجفاف يهدد أيضا تجريف التربة، وهذا بدوره أيضا سيتسبب بعواصف ترابية أخرى. ما الذي أدى إلى حدوث هذا التغير الفظيع بالمناخ والذي يهدد كثير من الجوانب في بلادنا؟ هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لحلقة هذا اليوم، والتي حملت عنوان إنهم يقتلوننا بالغبار. أنا علاء فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وأحمد سلام في الإخراج. أيها الأحبة، كما اعتدنا، تعالوا لنقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان عواصف سياسية، الكاتبة انتصار حميد. عواصف سياسية، الكاتب انتصار حميد. الأسباب بالمسببات، هذا هو المنطق الذي يؤطر قضية التصحر في العراق. فعندما يقام أكثر من 14 سدا في تركيا، إذ تعمل هذه السدود على إيقاف ما مقداره 43 مليار متر مكعب عن نهري دجلة والفرات، حينذاك لا ينبغي لعاقل أن يدس أنفه بالتراب ليردد مع المغفلين أن الأمر جرى وفقا لسياقات طبيعية. وعندما يضم هذا الفعل الإقليمي المتعمد إلى تردي حالة السوق في العراق نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل العملة العراقية، فلا بد أن ننصت جيدا إلى منطق الجيوبوليتيك أولا وقبل كل شيء، بل ماذا عن الانسداد والفوضى التي يشهدها البلد؟ مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين الكناني. مرحبا بك أستاذ حسين. مرحبا بكم، حياكم الله أستاذ حسين. التنشيب، التجويع ما هي إلا مقدمات للتطبيع، شو نقول؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية أخرى لك ولمشاهديك الكرام. مرحبا بك. لا ريب أن هنالك الكثير من الأمور المتداخلة، وعند مراجعة المشهد ما يحصل في العراق لا يخلو من أن هنالك أن هذا المشهد هو مشهد مترابط، وأن هنالك خطة ومشروع يتم الإعداد له، سواء كانت هذه الخطط يعني بغض النظر عن نظرية المؤامرة، ولكن هنالك مشاريع. يعني اليوم لدى تركيا مشاريع، وقد تكون مشاريع اقتصادية بحتة. نعم، قد في حال الدولة العراقية أو المسؤولين العراقيين ليس لديهم خطط، وبالتالي هم سوف يكونون مشروع لغيرهم. ومن هنا نعتقد أنه السياسة المائية لتركيا هي مبنية على السيطرة على كل المياه، ولا تريد أن يعني وتريد أن تقايض الماء بالنفط. تقول لك أنه هذه وارداتنا، وبالتالي من حقنا أن نستفيد منها إلى أقصى حد. وقطعا هذا يتعارض مع القانون الدولي، ويجحف بحق العراق، وأيضا هنالك حق تاريخي للعراق بمياه دجلة والفرات، وبالتالي لا يعطي يعني هذه يعني بعيدا عن تركيا، أنا أريد أبحث في موضوعة علاقة، هل هناك علاقة بين ما يجري من
يعني تغيرات مناخية خلخلة غير طبيعية بالمناخ، هل هي يعني أسباب كثيرة للتطبيع؟ نعم أسباب كثيرة، يعني نحن تارة نتكلم بالبعد الاقتصادي، يعني أنا عندما أتكلم عن المياه وعلاقته بالاقتصاد والزراعة وبالتالي الحاجة الملحة ودخلها بأمن الأمن الوطني والأمن القومي. مسألة التطبيع ومسألة يعني البعد الآخر من سياسة التجويع التي تقف ليست تركيا فقط، وإنما هنالك سياسيين، هنالك دول إقليمية أيضا من مصلحتها أن يكون العراق ضعيف أو جزء من محور وصراع المحاور. بالتالي تارة نحن نتكلم عن البعد الاقتصادي والمتغيرات المناخية وبناء السدود وعدم وجود خطط للحكومة العراقية لمواجهة هذا النقص الحاد. هنالك أزمة مياه، يعني هذه حقيقة، ليس العراق فقط من يعاني وإنما أغلب دول العالم بسبب يعني عندما نتجرد من نظرية المؤامرة. وبالتالي لابد أن تكون لدى الحكومة مشاريع تواجه هذه المتغيرات، سواء متغيرات مناخية أو متغيرات سياسية تقوم هذه الدول الاستحواذ والسيطرة على الواردات المائية للعراق. هذا جانب. أما جانب آخر، إذا انتقلنا إلى أن هنالك سياسات متبعة وتجويع الشعب العراقي حتى يكون جزء من محور الكيان الصهيوني، أو هذا على بعد آخر. إذا كنا تكلمنا في هذا البعد في هذا الجانب، طبعا الأمور مترابطة وتأتي ضمن هذا السياق. لابد أن يكون العراق غير مستقر. حيثيات الترابط وين؟ ابتداء الدولة العراقية لو كانت مستقرة اقتصاديا ودولة قوية متمكنة سياسيا واقتصاديا، سوف تمنع وتفشل كل المشاريع التي يراد بها السوء للعراق. وهذه طبيعة. فمن هنا نعتقد أن هنالك يعني مثلا عدم وجود كهرباء أو الوقوف أمام الصناعة العراقية، الغرض منه هو أن يكون هنالك ضغط أو عدم وجود يعني عناصر اقتصادية داعمة للاقتصاد العراقي، قطاعات الصناعة، قطاعات الزراعة، والاعتماد فقط على النفط، وبالتالي الواردات النفطية سوف يكون الطلب عليها أكثر، غير يعني لا تقوم بسد الاحتياجات الأساسية للاقتصاد العراقي. ونشوف زيادة الطلب على هذا الريع الوحيد للدولة العراقية يشكل خطر على الاقتصاد. سالح حسين، بعد إذنك، يعني احنا كل ما حكينا نبحث في موضوع ما، يعني هذا على ذكر ما تفضلت به من إرادة لمصطلح نظرية المؤامرة. نعم. كل ما ردنا نبحث في موضوع وقالوا لنا يابا أنتم تؤمنون بنظرية المؤامرة، هي شنو نظرية المؤامرة؟ عادة من ينكر نظرية المؤامرة أعتقد هذا هي نفس الجهات التي تخطط لمشاريعها. ستارة لكن هناك مؤامرة يراد تمريرها بتعيين الناس، حتى لا يتم الالتفات إلى أن هنالك من يريد بغض النظر، ليس هي مؤامرة، هنالك مشاريع، هنالك مصالح لدول، وهذه المصالح وهذه المشاريع قطعا تتعارض مع مصلحة الدولة العراقية والشعب العراقي. هذا ضرورة أن نقف ما هي مشاريع تلك الدول التي يراد تطبيقها على الساحة العراقية. ومن هنا نعتقد أنه نجزم، يعني نكاد نجزم أنه لكل هذه الدول لديها مشاريع في العراق. هل أردت أوصل هل ما يجري في العراق ونتيجة مؤامرة؟ البعض يتحسس من نظرية المؤامرة. أنا أسميها مصالح بغض يعني لا مشاحة الاصطلاح. يتحسس من يتحسس لنسمي الأشياء بأسمائها. نعم هنالك نظرية مؤامرة. وأنا أؤمن بنظرية المؤامرة. وكل ما يجري هو يأتي ضمن هذا السياق. هنالك مشاريع مؤامرات يتم الإعداد لها بدقة من أجل أولا تجويع الشعب العراقي، السيطرة على قرار السياسي، تقسيم العراق، إضعاف الدولة العراقية، السيطرة على الثروات النفطية وغير النفطية، أن يكون العراق خاضعا وجزءا من مشاريع سياسية. هذه كلها مشاريع ومؤامرات تحاك يعني للدولة العراقية وللشعب العراقي من أجل يعني تحقيق أهداف التي يراد أن يتم تحقيقها، سواء كانت هذه الأهداف سياسية من خلال السيطرة على القرار السياسي، أو اقتصادية من خلال يعني الاستحواذ على الواردات العراق المائية. وهذا ما يحصل. تركيا الآن تبني أكثر من 22 سد على دجلة والفرات، وبالتالي هذا يتعارض مع يعني حق العراق بهذه المياه. وبالفعل يعني العراق ضعيف، ما استطاع
أن يحافظ على هذه الثروات اللطيفة. أكو مقطع نشر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذكر قال أن العراق يعطي فرق بين القوي والضعيف. قال كان العراق يحصل على الواردات المائية من تركيا أكثر من 200 مليار متر مكعب بالساعة وبالدقيقة ما أعرف بالساعة. وبالتالي اليوم أكثر اليوم لا يأخذ سوى 43 أو 34 متر مكعب. وهذا يثبت تناقص أيضا يعني. بالتالي النقص الحاد بالمياه أضر بالزراعة. واليوم مسألة يعني التصحر وخراب الأراضي الزراعية بسبب شحة المياه. اليوم لدينا ملايين الدونمات تم هجرها وتم ترك الدولة تمنع يعني زراعة الكثير من هذه الأراضي وتقتصر فقط على بعض المحاصيل وتعطي نسب ضئيلة بسبب شحة المياه. أيضا الدولة تمنع حفر آبار يعتبرون أنه هذا خزين وبالتالي لا يحق للفلاح أن يبحث عن بدائل لشحة المياه. هذا سؤال جدا مهم يعني يعني هذا تصريح لبعض الشخصيات إلى حينه. زين أستاذ حسين يعني صدام حسين عليه اللعنة أساء كثيرا للموارد المائية العراقية مثل تلويث الرافدين مثل تجفيف الأهوار. طيب الحكومات التي أعقبت سقوط النظام يعني لماذا لم تقدم على إجراءات استباقية؟ يعني ما أدري هل يعني عجز بالتفكير، هل قلة موارد بشرية، هل أن الأمريكان يمنعون هذه الحركات؟ يعني أعتقد أنه هذا تخريب يعني وفشل متعمد من قبل الوزراء يعني؟ خصوصا وزارة يعني الموارد المائية. حتى هذه اللحظة لا يعني ما واجهت وزارة الموارد المائية يعني إجراءات تركيا أو شحة المياه تغييرات المناخية بأي إجراء، لا بنت سدود ولا طرحت بدائل ولا أيضا حاولت الاستفادة من الهدر المياه اللي حتى المياه التي نحصل عليها يتم هدرها. وهذه ذريعة استخدمتها تركيا أكثر من مرة للعراقيين وقالت لهم أنتم لم تستفيدوا، تذهب المياه إلى البحر، ما تستفاد مياه عذبة يتم هدرها وتذهب إلى البحر، ما استفادتوا منها شيء. بالتالي ضرورة أن الدولة العراقية وزارة المياه يعني تركيا كأنما عاقبت العراقيين لأنهم لأنه تعرف قيمة المياه. وبالتالي يعني عندما من تركيا من سلط تركيا لتعاقب يعني دولة أخرى جارة متشاطئة؟ هي لا تعاقب وإنما اليوم سياسة الدولة وضعف الإجراءات الدولة العراقية هي من تعطي هي من يعني تسمح لبقية الدول أن تتجاوز يعني. بسبب الضعف ما استخدمت تركيا العراق ما استخدم أي ورقة من أوراق الضغط على تركيا. ألا تعتقد أن هناك يدا للأمريكان في الموضوع؟ يعني أنا أتذكر مثلا أن الأمريكان جاءوا بحنطة للعراق غير قابل للإنبات. يعني ما تعتقد أنها كانت ابتداء بطريقة ما وراء من نعم هذه؟ نعم بالنسبة للوضع التركي والنفوذ أو السيطرة الإدارة الأمريكية على القرار السياسي على محورها. نعم أولا أمريكا والإدارة الأمريكية لا تعطي الأموال العراقية مع أنها أموال واردات النفط. هي لا تسمح للحكومة العراقية أن تنفق هذه الأموال كيف ما شاءت. وهذا ما ذكره الكاظمي أو سيد عادل عبد المهدي أحدهم ذكر قال تركيا أمريكا لا تعطي الأموال إلا بعد أن تعرف إلى أين يتم صرف هذه الأموال وتعطي بقدر قليل. بالتالي لا تسمح للعراق أن ينشئ سدود أو أن أو يضغط على تركيا باعتبار أنه تركيا حليفة لأمريكا باعتبارها جزء من حلف الناتو. هي لا تسمح هي لا تسمح للحكومة العراقية أن تضغط على تركيا وبالتالي وبالتالي الاستفادة من هذه الموارد المائية. أيضاً الحكومة العراقية لديها بغض النظر عن تركيا لديها الكثير من أوراق الضغط ممكن أن تسلطها على تركيا وبالتالي تجبر الإدارة التركية على أن تغير من سياستها تجاه العراق. الأستاذ حسين الكناني أنتم أيضاً أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعاً من مقال آخر حمل عنوان قراءة في تقرير مخابراتي الكاتب محمد شريف أبو ميسر.
قراءة في تقرير مخابراتي الكاتب محمد شريف أبو ميسم. من حق أي عاقل أن يتساءل عن سر موجات الغبار العاتية المنطلقة من داخل الحدود العراقية حصرا، ولماذا ينسحب الاحتباس الحراري على العراق دون عن دول الجوار الأكثر تصحرا، وهل فعلا أن علوم هندسة المناخ والهندسة الجيولوجية والعلوم ذات الصلة بصناعة المطر وإنزال البرد الصناعي في المناطق الحارة قادرة على صناعة موجات الغبار على مناطق دون غيرها؟ إنها أسئلة مشروعة تحتاج لمختصين بهذه العلوم، وربما يكون لها صلة بتقرير مجتمع الاستخبارات الأمريكية. مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى، وأجدد الترحيب بضيفي الكريم الأستاذ حسين الكناني الكاتب والباحث في الشأن السياسي. أستاذ حسين، يعني أنا أريد أرجع إلى ما يتعلق بموضوع نظرية المؤامرة، يعني هل تعتقد أن السعي السعودي لاستثمار باديتي السماوة والأنبار يعني كأنها محاولة لإنضاب المياه الجوفية العراقية بعد أن تيقنت أن الأتراك يعني شنوا حربهم على الرافدين، فكأنه الدور السعودي يأتي مكمل لإنضاب المياه الجوفية العراقية التي يمكن أن تكون بديلا عن النهرين؟ تعتقد بهذا الموضوع لو عندك رأي آخر؟ يعني الواضح هنالك قصدية يعني السيطرة والاستحواذ على كل الواردات المائية سواء كانت جوفية أو غير جوفية. نعم، هذه المنطقة صحراء السماوة وغيرها تعتبر من يعني الخزين الاستراتيجي للعراق من المياه. نعم، مع أن هذه المناطق هي مناطق فقيرة، تعتبر من أفقر المناطق في العراق، مشكلة كبرى، وبالتالي تحاول السعودية من خلال تعقد اتفاقيات السيطرة على كل هذه الأراضي، وبالتالي تحول هذه المناطق، يعني هذا نوع من أنواع الغزو والسيطرة واستقطاع مثل هذه الأراضي من خلال عقود لزراعة هذه الأراضي بذرائع مختلفة. قطعا الحكومة العراقية متناغمة وهناك يعني غاية ربط العراق اقتصاديا مع دول التطبيع اللي هي السعودية بالإضافة إلى الأردن، مصر، مسألة مد الأنبوب النفطي من البصرة إلى خليج العقبة، مسألة الربط حلقات أحدهما تكمل الأخرى، الربط الكهربائي، مسألة الربط الكهربائي عدم الجدوى بالدول الخليجية مع عدم قدرتهم على الإنتاج وكثرة التكلفة وعدم وجود جدوى اقتصادية وأسباب كثيرة، يعني كل هذه لا توجد جدوى اقتصادية للعراق، بل على العكس هنالك فائدة لهذه الدول. الغرض منه ليس أن العراق يكون مستفيد بقدر ما أن يكون العراق جزء من هذه الدائرة، دائرة التطبيع، وبالتالي لا تستطيع أي حكومة أخرى بعد أن يتم عقد مثل هذه الاتفاقيات أو مد مثل هذه الأنابيب أو ربط مثل هذه الشبكات في الكهرباء، لا يستطيع أي حكومة تأتي أن يعني أن تتخلص من هذه الالتزامات التي سوف يبرمها أو يوقعها العراق مع هذه الدول، وبالتالي وجود لا يستطيع أن يتصرف أي تصرف ممكن أن يعتبر أو يكون معارضا من قبل الكيان الصهيوني أو هذه الدول، وبالتالي أظن أنه هذا هو يأتي كما ذكرنا قبل قليل، يأتي ضمن هذه السياسة أن تكون مقدمات للتطبيع. وأنا أحب أن أشير على مسألة في غاية الأهمية، أريد تركز لي أستاذ حسين، عفوا بس أريد أركز على موضوعة المياه لأننا أصبحنا أزاء خطر داهم. المياه كما ذكرنا هو جزئية، يعني إحنا لا ما ممكن أن ننظر فقط لجزئية بهالتوقيتات هذه جاية لتستثمر باديتي السماوة والأنبار وهما خزانا العراق الاستراتيجيين بالمياه الجوفية. السعودية قد تكون لديها السعودية حتى تزرع أعلاف
تريد تنظم نعم احنا ظاهرا هي هنالك جدوى اقتصاديه للسعوديه. السعوديه تستورد شركه المراعي تستورد هذه الاعلاف من البرازيل وبالتالي بالمناسبه البرازيل انهت عقود نعم لانها بدات تنظم المياه الجوفيه وشعرت البرازيل بالخطر. فأيضا التكلفة وكثرة التكلفة يعني كثير من الأسباب التي قد تدفع بالسعودية أن تذهب باتجاه أطماع سعودية بهذه المناطق. هذه أطماع اليوم أنت لا تستطيع أن تقول لماذا هذه الدول لديها أطماع وإن كانت غير منظورة بالنسبة لكثير من الناس بقدر ما هي حقائق لابد أن يتم تسليط الضوء عليها بشكل واضح أمام الرأي العام حتى لا يتم تمريرها يعني مع غفلة من قبل الرأي العام أو أغلب الناس. ومن هنا نعتقد أنه لدى السعودية أطماع في هذه المنطقة وهي تعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة للعراق. أيضا قد تشكل منطقة أو قد يكون لها بعدا سياسيا أيضا بعدا سياسيا هي تحاول السعودية وكذلك أمريكا السيطرة على الشريط الحدودي الذي يفصل العراق عن سوريا من جهة بالإضافة إلى هذا الخط اللي والقوس الذي يحيط بالمدن المقدسة يعني لا وبالتالي نعم بالتالي نعم. ممكن أن تكون هذه المناطق تحت سيطرة المستفيدين وقد تكون حواضن للإرهابيين والكثير من الأهداف السياسية. نعم طيب أكو سؤال بدأ الناس يتداولوه بالشارع العراقي. الناس هذه العراقيين تعرف ما يعبر عليهم تعبر عليهم الأمور ببساطة إنما يخضعونها للتحليل هسه بقدر من المقادير يصلون إلى حقائق الأمور. الناس بدأت تتداول السؤال هذه الكوارث المتتالية اللي جاءت تحصل بالعراق ليش ما ظهرت بالعراق إلا بعد أن تواجد الأمريكيين؟ يعني أكو هناك يعني من يقول مثلا غاز الكريتريل أو هيك اسمه هذا أطلقته حسب ما يشاع يعني أطلقته الطائرات الأمريكية في سماء العراق لإحداث متغيرات في المناخ. يعني ما أدري الناس رابطة صح له غلط. نعم الوجود الأمريكي في العراق يشكل خطرا ليس على العراق فقط وإنما على المنطقة ولا يعتقد أحد أنه أمريكا عندما جاءت إلى العراق والمنطقة هي أرادت أن تخرج منها ليست حمامة وبالتالي هي لديها أهداف وهذه الأهداف مختلفة. لديها أهداف سياسية لديها أهداف عسكرية إنشاء قواعد بالإضافة لديها هذه منطقة تعتبر من أهم المناطق الغنية في العالم وهي ممر لأكثر من 25% من الصادرات النفطية في العالم ولا يعتقد أحد أن وجود الأمريكان هو من أجل بناء الدولة العراقية بل على العكس هي جاءت إلى العراق حتى يتم تخريب هذه الدولة إما بالإرهاب حتى تكون ذريعة لبقائها في العراق أطول فترة ممكنة أو إضعافها والسيطرة على القرار السياسي أيضا السيطرة على الواردات النفطية وغير النفطية وكل ما حصل زيادة في الأمراض خصوصا يعني العمليات العسكرية التي قامت بها قبل 2003 وبعد 2003 عندما سقطت الدولة العراقية اليوم ارتفاع واضح بمختلف الأمراض لم يكن العراقيين يعرفوها إلا بعد أن جاء هذه القوات أيضا هي تمنع العراق الحكومة العراقية الاستفادة من الأموال التي يصدرها يعني الصادرات النفطية اليوم تمنع العراق أيضا إغراق العراق بالديون من خلال مؤسساته المالية البنك الدولي وغير هذه البنوك المنظمات الدولية كل هذا حتى يبقى العراق دائما وأبدا يحتاج إلى الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي وبالتالي تكون هنالك ذريعة لبقاء. عفوا الآن ضيف الكريم عبر سكايب الأستاذ يونس الكعبي. مرحبا بك أستاذ يونس. حياك الله وحيا مشاهديك الكرام. مرحبا بك أستاذ يونس. يعني عذرا على التأخر ما أدري هسه بسبب ربما بسبب أو بآخر بودي أن أتساءل هل ما أدري إلك اطلاع فيما يتعلق بهندسة الجو أو لا لكن يقال أن هندسة الجو قادرة على أن طبعا الدول المتقدمة تكنولوجيا قادرة على أن تحدث موجات تغير المناخ وتحدث موجات
من التصحر، تحدث مثلا موجات من الجفاف، فما أدري شنو تعليقك على مثل هذه المعلومات التي يدلي بها المتخصصين في هندسة الجو. نعم، يعني أكرر ترحيبي بك يا المشاهدين الكرام. مرحبا بك. يعني ضيف عزيز. موضوع الغبار والعواصف الترابية تضرب البلد في هذه الأيام وهي ليست جديدة، ولكن تأثير هذه الظاهرة أصبح أكثر من المألوف، وهناك أسباب عديدة، أسباب محلية وأسباب عالمية وأيضا أسباب تتعلق بالمناخ وطبيعة المنطقة التي يقع فيها العراق. ولكن نتحدث عن الجانب الداخلي، أنه ما يستدارت البلد مثل هذه مواجهة مثل هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة يعني أصبحت متكررة وتكاد تكون لأكثر من مرة في الأسبوع الواحد، ويؤثر على شريحة كبيرة من أبناء شعبنا، خصوصا الذين يعانون من أمراض الحساسية والربو وضيق التنفس وبعض الأمراض الأخرى التي لها علاقة بالوضع الجوي. المشكلة أن العراق بدأ يفقد غطاءه الأخضر الذي كان يتميز به. العراق معروف أنه أرض السواد، كثرة الأشجار والمغروسات التي كانت تغطي هذا البلد، والأنهار الكثيرة التي كانت يعني عامرة وزاخرة في هذا البلد. وبالتالي في مثل هذه الظروف أصبحنا نعاني من ازدياد المساحة الغير مزروعة وما يسمى بالتصحر، وأيضا انحسار المسطحات المائية نتيجة قلة الإيرادات المائية. لذلك خسرنا الكثير من المسطحات المائية التي كانت تغطي جنوب العراق. الأستاذ يونس الكعبي والأستاذ حسين الكناني، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقال حمل عنوان العواصف المدبرة، الكاتبة زينب آل كياد. العواصف المدبرة، الكاتبة زينب آل كياد. مشروع غاب التركي الذي يضم 22 سدا و13 محطة كهرباء على روافد دجلة والفرات سيحول العراق إلى أراض غير صالحة للسكن، ويؤدي حجز تركيا للمياه هذه إلى تجفيف البحيرات والأهوار والمستنقعات والأراضي الزراعية الشاسعة في العراق، وتقليص المساحات الزراعية ودخول اللسان الملحي في شط العرب والقضاء على غابات النخيل. لاحظوا أن المشروع برمته بتمويل من دولة الإمارات العربية الشقيقة جدا للعراق. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد الترحيب بضيفي الكريم الأستاذ حسين الكناني، كما أتقدم بالشكر للكاتب والباحث في الشأن السياسي الأستاذ يونس الكعبي على مشاركته معنا. أستاذ حسين، السدود التركية أنشئت وتنشئ أيضا بتمويل إماراتي، احنا نعرف أن المواقف تتكامل بين السعودية والإمارات والتي تصب في النهاية في مصلحة الكيان الصهيوني وراعيهما الإرهابي الكبير الولايات المتحدة الأمريكية. عود، ليش الإمارات تمول السدود اللي تضر العراق؟ سياسة الإمارات هي يعني عندما ننظر للإمارات وحجم الإمارات نعتقد أنه هي تلعب دور كبير وأكثر خطورة خصوصا في العراق وفي المنطقة، وبالتالي الإمارات هي الأداة الأساسية للكيان الصهيوني، وهم يعلنون عن هذه المسألة ولا يخفونها، علاقاتهم مع الكيان الصهيوني، وبالتالي هي تأتي ضمن مشاريع وبتخطيط بريطاني تنفيذ مع الكيان الصهيوني. يعني عندما تسلمت الإمارات وبريطانيا الملف العراقي كانت هنالك تدخلات سلبية واضحة، ليس على مستوى أن تعطي أموال إلى أنقرة وكذلك عمليات التخريب والأموال الكبيرة. هو ذكر نفسه بالإمارات قال نحن استثمرنا في العراق أكثر من 3 مليار دولار. أنا أستغرب أكثر من 3 مليار استثمرتها لمن؟ يعني وين راحت هذه الأموال الضخمة 3 مليار أنت تستثمرت بالعراق على شنو؟
هي هذه تشكيل مجاميع تخريب دعم الإمارة، دعم أنقرة بناء سدود، عمل يعني التدخل السياسي، حتى التدخل السياسي السلبي في المناطق الوسط والجنوب، تشكيل أطراف المعادلة السياسية للعراق، تشكيل هذه منظمات المجتمع ما يسمى بالمجتمع المدني، وبالإضافة للمنظمات التي تعبث بأمن وتضرب قيم الدولة العراقية، أيضا الترويج للتطبيع والتسويق له بشكل واضح على أنه يعني هذه من ضرورات الأمن والسلام في المنطقة. وكما ذكرنا أنه هذا الدور هو أكبر بكثير من حجم الإمارات وتأثيرها. أيضا هنالك هدف واضح اليوم، يعني منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة حتى هذه اللحظة كان لدول الخليج دورا سلبيا على العراق، يعني هم لا يرغبون أن يكون العراق دولة قوية مستقرة، لأنه لو كانت دولة قوية ومستقرة لا يبقى أي تأثير، ويعرفون جيدا الإمكانيات الكبيرة التي يملكها العراق، بالتالي ممكن أن يزيحهم عن بشكل واضح ويكشفهم أمام يعني أمام شعوبهم العربية والإسلامية، ويكشف الغطاء عن انتماءاتهم المشبوهة وتآمرهم المستمر على الدول العربية والإسلامية على حد سواء. وأعتقد أنه هذه تأتي من ضمن هذه يعني ما يتم تكليفهم به من قبل الكيان الصهيوني من خلال التخريب وإشاعة الفوضى وكذلك إفقار وتجويع الشعب العراقي. هي محاولة ترويخ، يعني لأن طبيعة المجتمع العراقي طبيعة رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، إخضاع الدولة العراقية، وأيضا استهداف المكونات الأساسية خصوصا المكون الشيعي، وتقسيمه من خلال العبث بأمنه وقيمه، بالإضافة تقوية الأطراف الأخرى من خلال الدعم ومن خلال إشاعة يعني الاستثمار والدعم الكبير في إقليم كردستان في المناطق الغربية. خب واضح هنالك دعما خليجيا لهذه المناطق. الكاتبة تقول فإننا أزاء مؤامرة تكنولوجية مدبرة من العدو، من العدوان أمريكا الإمارات السعودية إسرائيل. يعني الكاتبة رايحة باتجاه أن هذه الكوارث الطبيعية هي كوارث مفتعلة، يعني القضية خاضعة لتحكم علمي. يعني نحن نعلم جيدا أن هنالك متغيرات مناخية وهذه حقيقة علمية، ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار، بالتالي تكون له هذه الآثار السلبية. طبعا الاستفادة من هذه المتغيرات من قبل العدو، وأنا عندما أطلق العدو أي جهة تريد أن تريد شرا بالعراق، ممكن الاستفادة أيضا إيقاف وقف الإجراءات الحكومية والمؤسساتية لمواجهة هذه المتغيرات من خلال أيضا يعني ضرب الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد، وبالتالي الأمور الطبيعية تأخذ يعني مسارها الطبيعي. مسألة أن تكون هناك تكنولوجيا حقيقة لا يستبعد من الناحية العلمية، لا يستبعد، لكن مع حجم العواصف التي حصلت، أيضا تاريخ العراق مع العواصف قبل يومين النجف شهدت موجة أمطار غزيرة. نعم، أعتقد أن هذه لها علاقة بالمتغيرات المناخية. العراق ذلك، ولذلك يشك المتخصصون أنها مدبرة. يعني أنا أستبعد حقيقة، أنا لا يعني لا أعتقد أنه، أنا قرأت تقرير أورد اسم غاز الكيمتريل، قال أن هذا الغاز إذا حقن في سماء بلد ما فإنه يؤدي إلى هطول أمطار في غير مواسمها، وبالتالي سيؤدي إلى موجات جفاف وارتفاع في درجات الحرارة. بس ممكن أن يكون هنالك تجارب يتم استخدامها، يعني العلم أبوابه واسعة ولا أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقائق. أيضا هنالك تجارب حصلت في بعض الدول، يعني الامطار الصناعيه التي يتم احداثها، ايضا الحرائق الاصطناعيه التي يمكن احداثها، الكثير من القضايا ممكن ان تحدث نتيجه يعني تكنولوجيا معينه، وممكن ان يكون العراق ايضا يعني محل تجارب مثل هذه التي قد يراديها شرا. ما يدعم الذاهبين باتجاه القول بان ما يجري هو امر مدبر
ويستخدم فيه تقنيات علمية متطورة. نعم. أن الأمم المتحدة ما أصدرت يعني في العام 1977 أمرا بتحريم استخدام الجو كسلاح، والتاريخ يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت الجو كسلاح بعد العام 1945 أو 46 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. نعم. نعم. وقامت بما يسمى ببذر السحب في فيتنام، يعني أكو مقدمات وأكو اعتراف أممي بأن السلاح يمكن أن يكون سلاحا فتاكا. نحن لا نختلف عن هذا القضية. أنا أؤمن أن هنالك ممكن أن تحدث أمواج تسونامي مفتعلة نتيجة تفجيرات محددة. بالضبط. أيضا هنالك أكثر من دولة قامت بتجارب أمطار صناعية. نعم. أكثر من ذلك في تجربة أخيرة في الصين تم يعني إشراق شمس لمدة يعني طويلة نتيجة كما تحصل في المذن يعني ما تقوم به القوات العسكرية عندما تبدأ بإطلاق هذه المذنبات في الجو من أجل أن يضيء لمنطقة معينة. بالتالي هذه من الناحية العلمية لا أستبعد حقيقة، وهذه حقيقة أن تستخدم يعني أن تكون محل تجارب في العراق أيضا نحن لا نستبعد هذه القضية. نعم. وبالتالي هنالك الكثير من الساحة العراقية المفتوحة. نعم. وهذه محتملات ومحتملات معتبرة، يعني ليست محتملات ضعيفة، لأنه كل المقتضيات تشير على أن هنالك جهات تحاول الاستفادة ومحاولة خلق ضرر أو 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 جعل هنا ضررا على الاقتصاد العراقي لأسباب هم يستفيدون منها سياسيا. طيب، في شرعة الأمم المتحدة قوانين تنظم العلاقة بين الدول التي تسمى الدول المتشاطئة التي نعم. تمر خلالها الأنهر أو التي تشترك في شواطئ وما إلى ذلك. هذه القوانين تسمح لتركيا بإنشاء 22 سد على نهري دجلة والفرات. زين، بالتأكيد لا تسمح. فإذا كانت لا تسمح، ما أدري شون اللي يمنع العراق من اللجوء إلى المحاكم المختصة، إلى شرعة الأمم المتحدة، إلى المنظمة الدولية؟ شون اللي يمنع العراق؟ يعني أعتقد أن المشكلة لا، نحن لسنا يعني لسنا بحاجة لقوانين تعطينا الحقية بهذه الأنهار. هذه الأنهار هي عراقية تاريخيا. نعم. وإن كانت هنالك بعض المنابع لهذه الأنهار تأتي من خارج الحدود. دجلة والفرات أو بلاد ما بين النهرين هي تذهب بشكل طبيعي أو بالمعنى الحقيقي هي للدولة العراقية. ومن هنا نحن نعتقد تاريخيا أن دجلة والفرات هم أنهار عراقية. لا يحق لا لتركيا ولا لغير تركيا أن تقطع هذه المنابع. بعض المنابع لدجلة والفرات عن العراق وأن تستخدم ويكون هنالك إجحاف وضرر في المشكلة. الحكومة العراقية ماذا قامت بإجراء؟ هذا السؤال هو الأهم. حقيقة الحكومة العراقية لديها الكثير من الأوراق الضغط. يعني هنالك حروب اندلعت لأسباب أكثر تفاهة من مسألة قطع المياه. واليوم تركيا دخلت العراق بذريعة وجود حزب العمال الكردستان البككة، ونشرت دبابات وأنشأت قواعد عسكرية في الحدود العراقية تنتهك باستمرار 30 قاعدة عسكرية تركية. نعم. في شمال العراق. تنتهك وبشكل مستمر الأجواء العراقية. نعم. تقتل المدنيين والعسكريين على حد سواء بذريعة أنه هنالك قوات تهدد أمنها الوطني أو القومي. إحنا اليوم التصرفات التركية تقتل الشعب العراقي يعني قتل جماعي من خلال هذه السياسات. مع ذلك الحكومة العراقية ما حركت ساكن. حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا، تستطيع الحكومة العراقية أن توقف وتطرد هذه الشركات، سوف يخلق ضررا كبيرا بالعملة الليرة التركية، وبالتالي يشكل ضغط كبير، أقطع العلاقات مع تركيا. والكل يعرف حاجة تركيا لكل يعني الصادرات النفطية وغير النفطية لتركيا، تأخذها من العراق من إقليم كردستان وغرق وحكومة العراقية. أكو تقرير. بالتالي الغرض يعني ما ما نريد أن نقوله أن هنالك أكثر من ورقة ضغط ووسيلة ويمكن أن تستخدمها الحكومة العراقية تكون رادعة
وتجبر تركيا على ان تغير السياسات. تقرير بايدن رفع سرية عنه يشير بوضوح تام ان هناك مجموعة من الدول 11 دولة امام خيارين، اما ان تقبل بالتدخل الامريكي السافر في كل شيء، واما ان تكون في مواجهة تصحر جفاف غبار امطار في غير مواسمها. شلون ظنها التركي؟ الدار الامريكية هي لا تخفي سياستها ولا تخفي أهدافها، وهي لا ترغب أن تكون هنالك دول على الحياد. يعني سياسة كل من يعتقد أنه نحن في عصر، كان أكثرها تصريح الرئيس بوتين الرئيس الروسي، يقول بعد ماكو دولة على الحياد، أما أن تكون معي أو ضدي. هذه سياسة أمريكية، هذه الاستقطابات الحادة يعني. نعم، هذه السياسة الأمريكية هي لا ترغب أن يكون العراق على الحياد، إما أن تكون معي أو ضدي، وبالتالي هي حاولت بقدر الإمكان أن يكون العراق بمواجهة الجمهورية الإسلامية وأن يكون ضمن محورها. عدم قدرة الإدارة الأمريكية على أن يكون العراق ضمن محورها 100% هو الذي يدفع الإدارة الأمريكية على أن تضغط على الحكومة العراقية وأن تدير مشاريع التخريب والدمار والسيطرة على القرار السياسي والسيطرة على ثرواته، هو بسبب عدم قدرتها. وأعتقد أنه عدم قدرة أن يكون العراق ضد محور الجمهورية هو بسبب طبيعة الشعب العراقي، مسألة عقائدية أكثر مما هي مسألة سياسية. ليس من السهولة أنه هنالك يعني العلاقة التاريخية بين إيران والعراق علاقة يعني منذ فجر التاريخ، هذه هي شعوب واحدة، وبالتالي من غير المعقول. الدقيقة الأخيرة بعد إذنك سال حسين، هناك اتفاقيات عقدت بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لعلنا نتذكر اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأخيرة التي تعهدت بها الولايات المتحدة بمساعدة العراق في شتى الجوانب. للآن لم ينفذ شيء إيجابي من هذه الاتفاقية. القوى السياسية العراقية لما لا تراجع موقفها من هذه الاتفاقيات ما دامت حبر على ورق؟ هذه الاتفاقيات هي يعني الإدارة الأمريكية هي لا تعترف بهذه الاتفاقيات. نعم هذه تطبق فقط، هي تستفيد من الفقرات التي ممكن أن تصب بخدمة وجودها وبقاها في العراق بهذا المقدار. يعني كل الالتزامات التي وقعت عليها هي لم تلتزم بها، هي فقط استفادت من الدعم والمشاركة، وبالتالي استفادت، هي أرادت ورقة تعطيها الشرعية للبقاء في العراق. بهذا المقدار الإدارة الأمريكية تستفيد من الاتفاقيات. هي لا تعترف بالعراق كدولة، هي لا تعترف بالعراق أنه دولة ذات سيادة، وبالتالي الانتهاكات المستمرة لسيادة الدولة العراقية، لأنها تعتقد أنه العراق من حصة الإدارة الأمريكية. هي أكثر من ذلك، هي تمنع الصين أو الحكومة العراقية أن تتعاقد مع دول تعتقد الإدارة الأمريكية على أنها خصم، أو أنها يعني لا ترغب أن يكون الدولة العراقية شركاء مع هذه الدول، وبالتالي تمنع الحكومة العراقية أن يتعاقد مع الصين، مع روسيا، مع أي دولة هي لا ترغب الإدارة الأمريكية بوجودها في العراق. شكرا الأستاذ الكاتب والباحث في الشأن السياسي الأستاذ حسين الكناني. أيها الأحبة، علاقة العراق بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة مرتبكة يشوبها الكثير من الريبة والشكوك المنطقية. واحدة من هذه الشكوك أن الحكومتين يرتبطان باتفاقيات تنص على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في مجالات متعددة، ولعل المجال العلمي واحد منها، إلا أنها لم تبادر بمد يد العون مطلقا فيما يتعلق بالجانب العلمي. موجات التصحر التي بدأت تقترب من مدننا التي نتجت عن جفاف مصنوع من خلال قرارات تركيا المتعلقة ببناء السدود على الرافدين. العراق اسمه بلد الرافدين، يبدو أن تركيا قد عزمت على أن تمحي هذين الرافدين، وتركيا جزء من كويكبات تدور في الفضاء الأمريكي، وبإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغوطها عليها.
أدوات أمريكية أخرى كالسعودية تحاول إنضاب المياه الجوفية العراقية. الإمارات العربية المتحدة تسهم بل تستثمر في السدود التي تقطع المياه عن العراق وعراقيين. لنجدد السؤال ولنجب عليه، لماذا كل هذه الكوارث لم تحصل في العراق إلا بعد أن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية للعراق؟ شكرا، إلى لقاء قادم.